باجتهاده ومثابرته على الدراسة استطاع علي موفق إحراز المرتبة الأولى على مستوى محافظة ديالى في نتائج السادس الإعدادي والثاني على مستوى العراق. هادي العنبكي. قرية الهوادر الغافية على ضفاف نهر ديالى يفتخر علي أنه أحد أبنائها وأن طبيعتها الساحرة أسهمت كثيراً بتفوقه دراسياً، حيث أحرز المركز الأول للسادس الإعدادي بمحافظة ديالى والثاني على مستوى العراق. والدي ووالدتي وإخواني الله يحفظهم ويطول عمرهم وفروا لي الجو الملائم وكل وسائل الراحة وكل وسائل يعني الاجتهاد بهاي المرحلة الدراسية. قدمنا على أخوي يعني كل ما يحتاج يعني من مستلزمات، من غرفة، هي أنا غرفة سبلت يعني حضرنا هي جهزنا يعني كل شيء يريد يعني. علي طالب بإعدادية الشريف الرضيع لا ينشغل إلا بالدراسة، ورغم صغر مساحة منزلهم لكن العائلة خلقت أجواء مثالية إليه. الأب منتسب في شرطة العبارة يستقطع من راتبه ولقمة عيشه كي يوفر المستلزمات الدراسية للأبناء. جاب نسبة عالية وهذا فخر للديالة وفخر للقرية الهوادر وفخر للعراق. لم تحتفل عائلة علي بما أحرزه تضامنا مع الذكرى الثانية لفاجعة لا تنسى شهدتها الهوادر قبل عامين بعد تفجير انتحاري راح ضحيته أكثر من 300 شخص بينهم علي الذي أصيب في الحادث. كنا ناويين نسوي احتفالية لعلّا احتفالية كبيرة، بس اللي منعنا أنه بعد 3 أيام راح تصادف الذكرى السنوية للفاجعة مع الانفجار الصابع أخير شيء بقرية الهوادر. المتفوقون دراسيا لا يبالون بصعوبات الحياة المعيشية ولا يكترثون إليها، بل إنها لا تزيدهم إلا إصرارا وعزيمة. من قرية الهوادر وسط مدينة بعقوبة، عادل عنبقي، الحرة.